بكم مجددا وإلى التفاصيل. منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لاعبي الفريق راحة من الميران اليوم الأربعاء تجنبا لتعرضهم للإرهاق بعد الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون رد أمس الثلاثاء. ومن المقرر أن يستأنف الفريق ميرانه بشكل طبيعي غدا الخميس استعدادا لمواجهة أسوان والمقرر لها الأحد المقبل ضمن مؤجلات الجولة 22 لمسابقة الدوري. أكد هاني رشدي وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان بأن ساد أسوان على أتم الاستعداد لاستضافة مباراة نادي أسوان ونادي الأهلي مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الأسبوع 25 من مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم. وقال رشدي أنه تم إسناد عمليات الصيانة وتجهيز لأرضية الملعب إلى شركة متخصصة في مجال صيانة الملاعب الخضراء بعد التعاقد معها من قبل وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى إسناد عمليات نظافة الإستاد وأمن البوابات الداخلية إلى شركة متخصصة في هذا المجال. ويسافر الأهلي إلى أسوان صباح السبت ويتدرب هناك مساء نفس اليوم حتى يتأقلم الفريق على أرضية الملعب قبل خوض المباراة، على أن تغادر بعثة الأهلي أسوان في الخامسة من فجر الاثنين المقبل بعد خوض المباراة. يرفض مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمود مشالي توقيع عقوبات مالية على لاعبي الفريق الأول بالنادي بعد الخسارة أمام النادي الأهلي بهدف نظيف، وذلك في إطار منافسات الجولة 24 لمسابقة الدوري الممتاز. ومن جانبه رفض الأسباني خوانفو ماكيدا المدير الفني للفريق التعليق على أداء حكم المباراة إبراهيم نور الدين قائلا: لم أعتد التعليق على أداء الحكام وأترك ذلك للمحللين. وتجمد رصيد الاتحاد السكندري بعد الخسارة من الأهلي عند 30 نقطة ليحتل المركز التاسع بجدول مسابقة الدوري. وإلى أخبار اتحاد الكرة، حيث حصل الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني على إجازة جديدة من اتحاد الكرة، خاصة أن المنتخب غير مرتبط بأي أحداث خلال الفترة الحالية، حيث يخوض المنتخب مباراة تونس في يونيو المقبل في تصفيات أمم أفريقيا 2019. وقال إيهاب لهيطة مدير المنتخب أن كوبر ذهب إلى إسبانيا لقضاء الإجازة مع أسرته على أن يعود بعدها إلى القاهرة يوم 21 أبريل الجاري لمناقشة ترتيبات معسكر الفراعنة المقبل. كشف ثروة سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أن هناك مباراة ودية تجمع نجوم العالم مع نجوم المنتخب السابقين على أن تخصص دخلها لصالح أسر ضحايا التفجير الإرهابي في كنيستي طنطا والإسكندرية. وأشار سويلم إلى أن ودية نجوم العالم ونجوم مصر ستقام في شهر يوليو المقبل، وهو ما سوف يتم الترتيب لها خلال الفترة المقبلة. أضاف أيضا المدير التنفيذي لاتحاد الكرة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة تحديد مكان للمباراة وموعد النهائي لها.
بتتكلم، بتحرك، ببص لقدام، بجري، مش بس عشان حياتي، بحب الكورة، بطير بحلمي، وعندي هدف. إلى أخبار الألعاب الأخرى، حيث يخوض الفريق الأول لكرة اليد الرجال بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الأربعاء في مواجهة نظيره الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقي بالمغرب، الذي يسعى الفريق للفوز به والتأهل إلى كأس العالم للأندية. وتقام المباراة في 9 مساء بتوقيت القاهرة على صالة الانبعاث بمدينة أغادير المغربية، وسط تفاؤل كبير داخل المعسكر الأحمر بتقديم عرض قوي والمنافسة بقوة على الفوز باللقب. وأدى الفريق مرانا خفيفا ظهر اليوم لمراجعة بعض الأمور الفنية استعدادا للمباراة. وأكد أحمد أدري أخصائي العلاج الطبيعي جاهزية جميع اللاعبين للقاء وخلو قائمة الإصابات تماما مع ارتفاع الحالة البدنية للاعبين. أسفر الاجتماع الفني لمباراة السوبر الأفريقي لكرة اليد بين الأهلي والزمالك عن اللجوء إلى شوطين إضافيين في حالة انتهاء المواجهة بالتعادل، ولو استمر التعادل يتم اللجوء إلى شوط فاصل في حالة انتهائه بالتعادل، أيضا تم اللجوء إلى 7 رميات جزاء، ولو استمر التعادل يتم إجراء قرعة لتحديد البطل. وتم الاتفاق في الاجتماع الفني على أن يكون كل فريق مسؤول عن التحدث مع جمهوره ومطالبتهم بالتشجيع المثالي خلال المباراة، وسيرتدي الأهلي في هذه المباراة زيه التقليدي. أكيد كل التوفيق لفريق الأهلي في سوبر أمام الزمالك، ونتمنى ألا يحتاج للتعادل ولهذه الإجراءات وينتهي اللقاء بفوز الأهلي كالمعتاد. وبالعدل الأخبار من جديد، أدى الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي ميرانه اليوم على فترة واحدة، حيث حرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل التدريبي للفريق، وذلك استعدادا لمواجهة فريق المجمع البترولي الجزائري ضمن دور الثمانية ببطولة أفريقيا والمقامة في تونس. وخاض الفريق ميرانه في 2 ظهرا بإحدى الصالات القريبة من فندق الإقامة، ويواجه الأهلي فريق المجمع البترولي الجزائري في دور 8 من البطولة غدا في 7 مساء بتوقيت القاهرة. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن عبر الهاتف من تونس الأستاذ إسلام مصطفى الصحفي في الموقع الرسمي لنادي الأهلي. أستاذ إسلام أهلا بيك. السلام عليك يا فيروز وكل مشاهدي قناة الأهلي. أستاذ إسلام، في عجالة احكي لنا شوية عن استعدادات فريق الأهلي لمواجهة المجمع البترولي الجزائري غدا. احنا عارفين بعد الحمد لله ما الأهلي تصدر مجموعته، صعب أول المجموعة، هيواجه إن شاء الله فريق المجمع الجزائري النهارده.
الساعه 12 كابتن حمدي صافي عمل تمرين جيم للعيبه للتخفيف الارهاق والاجهاد، وبعد كده الساعه 2 الظهر فعلا عمل تمرين فولي، برضه كان في راحه لبعض اللاعبين الاساسيين ان هو برضه منع من الاجهاد، وكان تمرين فني يعني على بعض النقط الفنيه والجمل الفنيه اللي كابتن حمدي كان عايز يعتمد عليها بنسبه كبيره في المباراه اللي جايه. وبعدها عمل محاضره مطوله شويه مع اللاعبين، اتكلم فيها عن حاجات كتير جدا، اتكلم فيها عن ان الفريق المجمع الجزائري دوت واجهناه في نهائي البطوله العربيه عندنا في مصر شهر 3 اللي فات، وقال للاعبين ان في اختلاف كبير جدا بين البطوله العربيه اللي كانت عندنا في مصر وبطوله افريقيا. طبعا احنا عارفين البطوله العربيه كانت عندنا في مصر كان في جمهور كان برضه مساند كبير جدا للنادي الاهلي، وان بطوله افريقيا تختلف فرق كبير جدا بين الافريقيه والبطوله العربيه، وكان طلب تركيز شديد جدا من اللاعبين في المباراه دي عشان ان شاء الله نصعد للدور قبل النهائي ان شاء الله من البطوله. طب استاذ اسلام، ايه هي نقاط القوه في المجمع البترولي الجزائري اللي قد يكون كابتن حمدي الصافي حذر اللاعبات منها؟ كان الكلام لما جينا عند الحته الفنيه في المحاضره اللي اجراها كابتن حمدي مع اللاعبات، كان بيتكلم عن ان مركز 2 و3 عند اللاعبات الجزائريين في الفرقه في المجمع البترولي كويسه جدا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هم ابتدت يعني الضريبه عندهم كويسين جدا، المراكز اللي قدام لعيبه مميزه جدا، وحتى حذر من اللعيبه اللي بتتقابلوا عندنا كاليبر ناري مصطفى وآية عبد الله ان هم يركزوا جدا في حته الاستقبال، وركزوا حتى انهى المحاضره بتاعته بجمله قال لهم احنا بنلعب بروح الفانيلا الحمراء، بنلعب باسم جمهور النادي الاهلي الكبير، فبيطالبهم يعني يحمسهم جدا للفوز ان شاء الله باذن الله. الاستاذ اسلام مصطفى الصحفي في الموقع الرسمي بالنادي الاهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الهاتف من تونس، واكيد كل التوفيق لفريق الاهلي في تونس في مواجهه المجمع البترولي الجزائري غدا. فاصل قصير ونعود الى جوله في الملاعب العالميه. جولات في الملاعب العالمية، حيث تستكمل اليوم وتستكمل مباريات ذهاب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك بثلاث لقاءات تقام في الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة. ويستضيف ملعب أليانز أرينا مباراة نارية وثائرية بين بايرن ميونخ وريال مدريد، حيث يسعى الفريق البافاري إلى الانتقام من هزيمته في 2014 برباعية نظيفة، فيما يستضيف ملعب في سانتي كاليدرون مباراة أتلتيكو مدريد وليستر سيتي، ويقام لقاء بروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي اليوم بدلا من الأمس بعد تأجيله بسبب انفجار قنبلة قرب حافلة فريق دورتموند أثناء وصولهم للملعب استعدادا للقاء. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه سيقوم بتعزيز التدابير الأمنية في مباريات دوري أبطال أوروبا والتي تقام اليوم في ألمانيا وإسبانيا، وذلك بعد التنفيرات والتي وقعت أمس في دورتموند وتسببت في تأجيل مباراة بروسيا دورتموند الألماني وموناكو الفرنسي اليوم. وأكد الاتحاد الأوروبي بعد الواقعة والتي حدثت الليلة الماضية في دورتموند، فإن يويفا بالتعاون مع الشرطة وأجهزة الأمن ومسؤولي الملاعب والأندية المعنية يقومون بمراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة بالمباريات والمقرر إقامتها هذا المساء، كما أنه سيتم تعزيز تدابير المراقبة في هذه المباريات وفقا لما تقتضيه الضرورة. سلطت صحيفة الفايس الإسبانية الضوء على الهزيمة القاسية والتي تلقاها فريق برشلونة على يد يوفنتوس الإيطالي بثلاثية نظيفة في ذهاب دوري الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا.
وقالت الصحيفة أن عودة برشلونة في مباراة الإياب في ملعب كامب نو ستكون صعبة، وأن سيناريو الريمونتادا والذي حدث أمام فريق باريس سان جيرمان في الدور السابق لنفس البطولة قد يكون صعب التكرار. وأضافت الصحيفة أن برشلونة بدأ وكأنه منتهي الصلاحية، خاصة بعد الهزيمة أمام ملقا في الجولة الماضية في بطولة الدوري الإسباني. أكد الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي أن الفوز على برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة لا يعني أن فريقه ضمن التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا. وقال أليجري في تصريحات عقب المباراة أن الجميع يجب أن يتذكر تأهل برشلونة على حساب باريس سان جيرمان بالرغم من خسارته ذهابا برباعية نظيفة. وحث أليجري لاعبيه بضرورة الحفاظ على أفضلية الفوز ذهابا وعدم تكرار خطأ باريس سان جيرمان حتى لا يتمكن برشلونة من التأهل مثلما فعل في الدور السابق. توصل الاتحاد الجزائري لكرة القدم إلى اتفاق مع المدرب الإسباني خواكين كابوروس لتولي مهمة تدريب محاربي الصحراء فيما تبقى من تصفيات كأس العالم 2018. وسبق لكابوروس أن درب عدد كبير من الأندية الإسبانية مثل إشبيليا وأوساسونا وديبورتيفو لاكرونيا وفالنسيا وغرناطة وأتلتيك بالباو. وسيتولى كابوروس المهمة خلفا للبلجيكي جورج ليكنز والذي فشل في الوصول إلى الدور الثاني من كأس الأمم الأفريقية الأخيرة بالجابون. للمزيد من الأخبار عن بطولة السوبر ما بين الأهلي والزمالك في مدينة أغادير المغربية ينضم إلينا الآن عبر الأقمار الصناعية كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي من مدينة أغادير. كريم أهلا بيك. فيروز وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. كريم احكي لنا إيه آخر أخبار الاستعدادات للبطولة؟ بالفعل طبعا يمكن خلاص ساعات بسيطه جدا وتنطلق مباراه السوبر الافريقي بين الاهلي والزمالك لكره اليد. يمكن طبعا احنا متواجدين هنا في فندق الاقامه مع بعثه رجال كره اليد بالنادي الاهلي. الامور هنا ماشيه بشكل طيب جدا بالنسبه للفريق، في تركيز على اعلى مستوى. النهارده صباحا في الساعه 12 كان في تدريب بسيط خصصه الكابتن عاصم حماده المدير الفني للفريق، كان في بعض الجمل التكتيكيه، كان في محاضره كمان داخل الملعب لتحفيز الفريق طبعا لاهميه هذه المباراه. زي ما احنا عارفين طبعا وكل جمهور النادي الاهلي عارف ان مباراة السوبر اليوم في حالة المكسب هتكون توصلنا طبعا لكأس العالم للأندية، وهتكون كمان المرة الأولى للنادي الأهلي لكرة اليد أن يحصل على بطولة السوبر. الأمور زي ما بقول لك هنا ماشية بشكل طيب، في تركيز شديد جدا 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 هنا داخل المعسكر. المباراة زي ما قلنا هتكون في الساعة 8 مساء هنا بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهرة. زي ما بنقول يبقى التوفيق للنادي الأهلي. وكمان يمكن من خلال جولتنا كان لينا طبعا في ردود فعل الشارع المغربي سواء من الصحفيين او شعب المغرب عن المباراه. يمكن في بعض طبعا الناس متابعه بشكل جيد جدا فريق رجال النادي الاهلي وبيقولوا ان هم متصدر طبعا في الدوري والامور ماشيه بشكل طيب بالنسبه له. عنده كمان نادي الزمالك عندهم معلومات ان غياب احمد الاحمر هيكون ليه تاثير كبير جدا على نادي الزمالك، ففرص النادي الاهلي اكيد من وجهه نظرهم طبعا ومن وجهه نظر كل جمهور النادي الاهلي ستكون افضل، وده اللي اكيد بنتمناه فيروز. يبقى التوفيق طبعا لفيروز لكل فريق النادي الاهلي والكابتن عاصم حماد المدير الفني. يمكن دي
اخر الاجواء عندنا هنا حتى هذه اللحظه. طبعا احنا هنكون متواجدين مع الفريق من فندق الاقامه وحتى ملعب المباراه لنقل طبعا كافه واجواء وكواليس بعثه فريق النادي الاهلي. دي كانت اجواءنا فاروز، وعوده ليك من جديد في الاستوديو. طيب كريم، هل في اي اصابات او غيابات عن هذا اللقاء؟ لا، يمكن لا، يعني الامور ماشيه بشكل جيد. سالنا طبعا طبيب الفريق، احنا متابعين طبعا بشكل يعني يومي التدريبات سواء الصباحيه او المسائيه. يمكن ما فيش غير محمود عاصم حماد هو اللي كان عنده كدمه في صباعه، ولكن هو يمكن كدمه بسيطه. هو بيقال يمكن انا بربط ايدي في المباريات او في التدريبات، ما فيش وقت طبعا ان هو يبقى عنده فرصه ان هو يعني ياخد وقت ليه العلاج، لكن كل اللعيبه بشكل طيب. كابتن عاصم كان محذر بشكل كبير خلال الفتره الماضيه ما يبقاش في اي التحامات بالنسبه للفريق، طبعا تجنبا لتعرض الفريق لاي اصابه. وبالفعل يمكن اللعيبه بتحافظ على نفسها بشكل جيد جدا فيروز، وطبعا بنتمنى ما يبقاش في اي اصابات حتى في هذه المباراه ان شاء الله. طب كريم، كيف هي الحاله البدنيه للعيبه قبل اللقاء؟ يمكن يعني خصص ايضا كمان، عايز اقول لك كابتن ادري ده مخصص الاحمال او مخطط الاحمال، كان في فقره في الجيم امس. يمكن اللعيبه طبعا يمكن بتحاول ان هي تعمل بعض الاستشفاء في التدريبات، في بعض التدريبات الخفيفه، لكن هم نزلوا خلاص بالحمل التدريبي. يعني اللعيبه يمكن على اعلى مستوى طبعا، مشاركين في كل البطولات وكمان دوري العام، هم فارقين في النقاط بشكل كبير، وكل المباريات طبعا محققين فيها فوز بشكل كبير في مباريات الدوري العام. فالحاله على ما اعتقد البدنيه مرتفعه جدا لدى اللاعبين، مفيش اي شكوى على ما اعتقد فيروز بالنسبه للنادي الاهلي. نعم. طيب كريم، سؤال أخير، هل تم الحديث عن أي مكافآت هيتم تخصيصها للعيبة في حال الفوز على الزمالك؟ يمكن كعادة النادي الأهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، احنا عارفين طبعا ان رئيس البعثة الأستاذ مروان هشام هو رئيس البعثة هنا طبعا، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. أكيد طبعا في حالة الفوز زي ما بنقول البطولة دي يمكن هامة جدا، هتبقى أول مرة طبعا السوبر يدخل دولاب النادي الأهلي، وده اللي كل بنتمناه، وكمان التأهيل لكأس العالم، فأكيد هيبقى فيه مكافآت ومكافآت جيدة جدا. لكن يمكن معودنا مجلس إدارة النادي الأهلي ان هو عنده لائحة مميزة جدا، وخاصة للألعاب الشهيدة اللي محققة إنجازات سواء في الطائرة أو في كرة اليد. يعني بنتمنى كمان النهاردة كمان في كرة اليد يتوج النادي الأهلي بطل السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه في كرة اليد. أكيد. كريم أحمد مراسل قناة النادي الأهلي، شكرا جزيلا ليك، كنت معانا عبر الأقمار الصناعية من مدينة أغادير المغربية، وأكيد كل التوفيق لفريق اليد فريق الأهلي في مواجهة الزمالك في السوبر. شكرا جزيلا ليك. بهذا نكون وصلنا لختام هذه النشرة، دمتم في أمان الله.